الركن الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إيتاء الزكاة ولم يقل الزكاة؟ ركن صدحات أما تيرك صدحات أو أركان الإسلام ككم إذا وحوي زكاة أو لجوته نبي محو يري إيتاء الزكاة أو سنو أرن زكاة كلي أو سنو أرن لأن الزكاة لابد أن تؤخذ من أموال معينة لأن الزكاة وإن لقى هذا مال جونية يا لقى هذا في وقت معين وقت جونية لقى هذا بمقدار معين قدر معين يا لقى إلى طائفة معينة أصناف الثمانية دد جورية نوال سياء وأهس ديد نوع وإلى هاي القرآن كشيء الزكاة تنقسم إلى قسمين فرض ونفل الزكاة ولا من نوع وهي مد واجب يمد سنة نعم الفرض ينقسم إلى قسمين زكاة بدن هي زكاة الفطر وزكاة مال الأموال أربعة التي تجب فيها الزكاة. الزكاة ذو مدة واجب كاهلة وقعي بوضعه قبسان تام مدة كوباد وزكاة البدن أو زكاة الفطر جاء. مدنا هو زكاة المال أو لقى هذا الشن نوع أو حولها كم بدأ لقى. نعم الأول الذهب والفضة والعملات الورقية ريال درهم دينار. قيب تكوباد وزكاة كواجب تواح وهي ذهب كي في الضلة يلا عجها كرأس إذا ريال كي دولار كي يحل مده نعم الثاني الإبل والبقر والغنم إذا كانت ترعى ولا يشتري لها علف جميع السنة الهجرية أو أكثر السنة قيب تلباد وزكاة كواجب تواح وهي جيلة لوضة أريقة هدي أي تهي حول الصوفة أو أن لعرفين أقول ولا عارفين سنة كلام أنتيس الثالث الحبوب كالشعير والقمح والثمار كالتمر هذه أيضا فيها الزكاة قيب تسدحات أو سكذا لقرب وحوي مرها ملك كصوبها سيدا قليدا مسجدا يوحي لمتك إيا ثمارت أو سيدا تمرت أو كلاتا الرابع عروض التجارة كل ما عد للبيع والشراء سوبر ماركت لدي محل بيع الأخشاب بيع الحديد بيع المواد الغذائية قيب تأفراد أو أي سكذا كوج بتوحوي وحيابها لغو قناع صدوه سيدا مقانة داركا سيدا بيرتا سيدا بدركا وحالا ويحي لغا قناع صدوه وتجارة كجروي نعم هذا هو الركن الثالث من أركان الإسلام والله أعلم كاس وحوي ركن قاسم وركن صدحات وأركان الإسلام ككمده والله أعلم.